إلينا من القاهرة محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة أماني. بداية، كما لاحظنا التراجع في أداء اليورو تحديدا، ما هي الأسباب وراء هذا التراجع؟ هل من المتوقع أن يستمر في ظل الإعلانات الواضحة من المركز الأوروبي؟ صباح الخير. طبعا عادة اليورو ليتراجع من جديدة أمام الدولار الأمريكي مع بداية التداولات اليومية، وجدنا بالأمس أن اليورو كان في حالة تصحيح صاعد أمام الدولار، ولكن مع بداية التداولات اليوم بدأ أو عادت الضغوطات البيعية لتسيطر على اليورو من جديد، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة المقبل، وأغلب التوقعات بتصب لصالح استمرار ارتفاعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي إن جاءت كمان أفضل من المتوقع وتسارعت أو استمرت وتيرة التسارع للبيانات التضخم، سيتسبب هذا في يعني تعجل الفدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية ورفع او تقليص برنامج شراء الاصول المتوقع ب 20 مليار، ولكن وتيره التضخم القويه ممكن ان تتسبب في تسارع تقليص برنامج شراء الاصول اكثر كمان من 20 مليار دولار في اجتماع منتصف ديسمبر الحالي، الامر الذي قد يضغط او يدعم الدولار الامريكي بوجه عام امام اغلب العملات الرئيسيه، ولا سيما امام اليورو الذي مع استمرار بنك المركزي الاوروبي في السياسه النقديه التوسعيه مع تباطؤ اغلب القطاعات واستمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد عامه في منطقه اليورو، طبعا مع ارتفاع الاصابات والخوف من عودة إغلاق أغلب الدول من جديد وفرض الحجر من جديد، وأيضا فصل الشتاء الذي تسبب في تباطؤ أغلب القطاعات في منطقة اليورو، لا سيما أصلا أن أغلب القطاعات دي بتعاني من تباطؤ نمو ملحوظ، وبالتالي يمكن القول أن تباين السياسات النقدية الواضحة خاصة لو جت بيانات التضخم يوم الجمعة الأمريكية أقوى بكثير من المتوقع سنرى استمرار تراجعات اليورو، لأن تباين أصبح هناك تباين وفرق شاسع بين السياسات النقدية، السياسة النقدية التوسعية التي تتبناها البنك المركزي الأوروبي والذي يتسبب في زيادة الضغوطات على اليورو، في الوقت الذي يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه على الرغم من وجود تصحيحات هابطة للدولار نوعا ما، ولكن الاتجاه العام ما زال اتجاه صاعد مع استمرار الفدرالي الأمريكي في تجديد السياسة النقدية والتي تتسبب في نهاية المطاف في ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية. نعم، يعني وأيضا لاحظنا ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية لمختلف الأجال، يعني هل لا يزال تأثيرات أوميكرون تؤثر على أسواق العملات، أم هو يعني لم يبقى أو لم يكن يعد على أداء وأجندة الاقتصادية في الأسواق؟ نعم، بالفعل ارتفعت عائدات السندات الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تداولات أمس، ولكن المخاوف من متحور أوميكرون بدأ يتلاشى نوعا ما، حيث وجدنا أن مؤشرات الأسهم الأمريكية تعافت بشكل قوي جدا، وجدنا مؤشر داو جونز الأمريكي عاد من جديد ليتداول بالقرب من مستويات 35700، أغلب الأسهم على الصعيد العالمي عادت لترتفع من جديد مع تلاشي مخاوف متحور أوميكرون وتأثيره على التعافي الاقتصادي في الفترة المقبلة. الأسهم اليابانية وجدناها اليوم عادت للارتفاع من جديد ومستمرة في الارتفاع، وكذلك الأسهم طبعا الأمريكية، وبالتالي فالخوف من متحور أوميكرون نوعا ما بدأ يسيطر على التداولات، ولكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يعني تسبب في وقوف كعائق أمام ارتفاعات الذهب المستمرة. الذهب الآن بقرب من مستويات 1790 دولار للأونصة، ويعني بالرغم من المخاوف والتوترات السياسية ما بين مثلا تركيا وأوكرانيا أو التوترات ما بين الولايات المتحدة والصين التي عادت من جديد بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها لن تكون مشاركة في
المهرجان او الالعاب فصل الشتاء في الصين. نعم. كل تلك العوامل كانت مفترض ان تتسبب في زياده المخاوف والطلب او زياده الطلب على الذهب كمنال امن، ولكن ارتفاع عوائد السندات الامريكيه تسبب في يعني الحد من استمرار ارتفاعات الذهب بشكل قوي، وجدنا ان الان الذهب مستقر بالقرب من مستويات ال 1790 دولار للاونصه. نعم. بالرغم من تلك المخاوف التي قد تتسبب في زياده التوترات في الفتره المقبله. نعم، أماني، ماذا عن لاحظنا تحسنا طفيفا في أداء الليرة مقابل الليرة التركية مقابل الدولار، هل نتوقع أيضا المزيد من هذا التحسن في ظل المعطيات الاقتصادية والسياسية التي تمت بالأمس؟ نعم، بالنسبة للليرة التركية تعافى بشكل ملحوظ خاصة مع زيارة الرئيس التركي لقطر في محاولة لتوطيد العلاقات ما بين تركيا والدول العربية. نعم. وهذا الأمر قد يدعم الاستثمارات مرة أخرى خاصة بعد زيارة الإمارات الفترة المقبلة ودعم الإمارات للاستثمار في تركيا الفترة القادمة. أيضا وجدنا أن توطيد العلاقات ما بين تركيا وقطر قد يتسبب في زيادة الاستثمارات القطرية في تركيا الفترة المقبلة والتي قد تدعم نوعا ما التعافي الاقتصادي للتركي، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار انه حتى على الرغم من يعني هدوء الليره التركيه وتعافي الليره التركيه امام الدولار الامريكي، ولكن تاكيد الرئيس التركي طوال الفتره المقبله والبنك المركزي على الاستمرار في سياسه خفض الفائده بشكل قوي جدا لدعم الاستثمارات طبعا التي بدا يعني يجني ثمارها الان مع الدول العربيه وزيادة القيمة التنافسية للصادرات. نعم. التركية. نعم. فكل تلك العوامل قد تدفع يعني تعافي الليرة التركية نوعا ما، ولكن على المدى البعيد لا يزال طالما استقرت السياسات أو استمرت السياسات التركية. نعم. في السياسات النقدية التوسعية وخفض الفائدة طالما. نعم. استمرت الضغوطات على الليرة التركية الفترة القادمة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.